24 من فبراير يوم المعلم العماني، اليوم الذي نستذكر فيه ذلك العطاء الدائم، العطاء الذي غمرنا به منذ نعومة أظافرنا. بدأناها بالحروف، تعلمنا بها كيف نصيغ أحلامنا ونحقق طموحاتنا وننمي ذواتنا، وكيف نحب أوطاننا ونسعى لرفعتها. وما زالت الرحلة مستمرة. هذا اليوم الذي نؤكد فيه الدور الفاعل للمعلم، صانع المستقبل، صانع التغيير الحقيقي في حياة الأجيال والأمم، والمحرك الأساسي الذي تعول عليه الأوطان في بناء مواردها وتنمية كوادرها وتشييد نهضتها. المعلم هو القدوة البشرية القادرة على الإبداع والابتكار والإنجاز ومواصلة التقدم الحضاري من خلال دوره الفاعل في العملية التعليمية وغرس قيم المواطنة والتسامح وخدمة المجتمع في نفوس طلابه، وبوصلة طريقهم نحو المستقبل. عطاء المعلم لا يساوي أي عطاء آخر، عطاؤه للمجتمع بأكمله. تعلمنا بفكره أبجديات الحياة وصرنا أكثر قوة ومسؤولية. المعلم هو من وضع لبنة الأساس لهذه الحروف التي كتبناها لنشكره بها الآن، ممتنون لمن سطر علما وبنى أمة وشيد نهضة. ستظل منزلتك يا معلمي رفيعة في نفوسنا، ومهما اختلفت أساليب التعليم ستبقى جهودك حاضرة. شكرا لصانع المستقبل. شكرا لك معلمي.